بما أنه نظام الدخول السريع إلى كندا أو لونتري إكسبريس بعثت 5500 استدعاء في آخر قرعة شهر 1/2023، ثم فرصة باش أنه النسبة متاع العدد أو الحد الأدنى للنقاط باش يتيح. وهذاك علاش لازم تتبع الفيديو تعمل الحساب متاعك، لأنه لعل وعسى أنه النقاط تطيح إذا ما دخلش برشا عباد جديدة، والقرعة الجاية تكون منخفضة نوعا ما في العدد أو الحد الأدنى من النقاط للناس اللي باش يبعثوا لها استدعاءات. عسلامة وأهلا وسهلا بالناس كل. في الحلقة هذه نحكي على كيفاش تعمل إنشاء حسابك الخاص في لونتري إكسبريس أو الدخول السريع كندا وحدك وحدك، خطوة بخطوة، وتملأ الفراغات حسب المعلومات اللي عندك. باش نفسر كل صفحة في إنشاء الحساب والفراغات شنو معناها كل فراغ. بالنسبة لنا احنا في الأخر بكل زاد باش نناقشوا شنو الفائدة من انك يكون عندك حساب في الإكسبريس، شنو الحاجات اللي تنجم تعملها إذا ما تقبلش في الإكسبريس. بالطبيعة هذا كل مجانا، باش نجم انت وحدك وحدك تقدم في الدخول السريع، ما تسحق حتى حد، ما تسحقش تخسر فلوسك حتى أجونس. نحب نقول لك إذا تبعت الفيديو للأخر بالطبيعة تعرف تعمر كل شيء وحدك. ندخل الموقع اللي موجود في صندوق الوصف واللي مكتوب زاد قدامه في الفيديو، ونبداو نمشي خطوة بخطوة. الموقع هذا هو الموقع الرسمي للدولة الكندية اللي من خلاله تنجم تحل أي حساب وتشارك في أي برنامج من البرامج اللي موجودة متاع الهجرة. في الفيديو هذا ما نحبوش نركزوا على أنك تشوف إذا أنت مؤهل ولا لا، خلاها هذه الحاجة من بعد. نحبوا نشوف كيفاش تصنع حساب نتاعك، تعمر الفراغات اللي لازمة باش تنجم تشارك في برنامج الدخول السريع. مباشرة تلقى أنك أنت create or sign in to your account، نضغط عليها. باش يطلب منك حاجتين، اول حاجه اذا عندك جي سي كي، اللي ما عندوش جي سي كي ينجم يعمل جي سي كي جديد، سهل برشا، فقط تضغط على هنا على ريجستر، بعد ما تضغط عليها يجي لهنا الى المستوى اللي انت باش تقدم فيه على انك تحصل على جي سي كي. فقط لهنا تكليكي على ريجستر والجي سي كي، جي هنا بالطبيعة على الصفحة هذه يقول لك ويلكم تو جي سي كي. بالطبيعة اللي ما عندوش جي سي كي لازم يسجل من لوجو جديد، دونك تضغط على ساين اب. لهنا تقول انك انت تقبل الخطوات وتقبل القواعد نتاعهم، تضغط على اكسبت. بعد يطلب منك انك تستعمل يوزر نيم، بالطبيعه اليوزر نيم يكون مراعي للقوانين هذه اللي مكتوبه لهنا. وكما تراو لهنا اخترنا الاسم هذايا، فقط الاسم هذايا باش نستعملوه توا كتجربه باش انا ندخلوا للحساب. بعد ما نضغط مواصله لهنا يطلب مني هو فقط اني نختار كلمه مرور. بالطبيعه بعد كلمه المرور تعمل مواصله. في الصفحه هذه يطلب منك انك تختار سؤال، في حاله انك نسيت كلمه المرور نتاعك السؤالات هذه تستعمل باش انت يعاودوا يبعثوا لك كلمه المرور نتاعك. الصفحه المواليه هي صفحه الايميل، بالطبيعه اختار ايميل انت باش تستعمله باش نجم يبعثوا لك عليه المعلومات الكل، وينجموا يعطيوك الجي سي كي نتاعك. بالطبيعه يطلب منك هنا المواصله، بعد ما يقول لك صاي انه راهو انت تم انشاء الجي سي كي نتاعك، نضغط على مواصله. بالطبيعه راهو بعث لك ايميل فيه كود، الكود هذاك هو اللي انت باش تكتبه في الخانه هذيه، وبعد ترجع هنا تكتب الكود اللي بعثوه لك، وبعد تضغط مواصله. بالطبيعة تضغط بعد هنا مواصلة، هو مباشرة استعمل وعرف انا شكون صاحب الحساب هذايا. بعد تضغط لهنا انه باش تواصل زادا. كملنا توا مع خطة الجي سي كي، بعد تضغط مواصلة باش يهزك مباشرة الى الحساب اللي وين باش تقوم به بانشاء الحساب الخاص نتاعك اللي باش يخولك انك تدخل الى البرنامج السريع نتاع كندا. لهنا تلقاو بعض المعلومات اللي يقول لكم راهو انتم لهنا عندكم ريستريكسيون، انه ثم قوانين لازم يكون في علمك باش تستعملها وتحترمها، وهذاك علاش تهبط اللوطة وتقول انك انت قابل بالقوانين هذه. بعد تضغط قابل بالقوانين هذه تلقى روحك توا في اول صفحه لانشاء الحساب الخاص بالدخول السريع الى كندا. اول حاجه يطلب منك الاسم نتاعك، بالطبيعه الاسم هنا لازم تستعمله كيما الباسبور بالضبط. بالطبيعه تكتبوا الايميل لهنا اللي باش تستعملوه، وهذاك الايميل المهم اللي باش يكلموكم عليه. في الصفحه المواليه يطلب منك انك تصنع اربع اسئله مع اربع اجابات، هذوما اسئله بنفس الطريقه باش تحافظ انت على مصداقيه وسريه التقديم على حسابك. لازم تعمر السؤالات هذوما، السؤالات نجم يكونوا حاجات تعرفهم انت قبل. نجيو توا للصفحه هذه اللي فيها كل ابليكاسيون انت قدمتها، وبما انه نحن عملنا اول مره حساب باش نلقاوها فاضيه. باهي نعمل لوطه، ثم ابلاي تو كم تو كندا. لهنا كيما تراو عندك لهنا الانتري اكسبريس، نضغط على هنا. بالطبيعه لهنا اذا انت عملت قبل الانتري اكسبريس باش يقول لك انه عندك بيرسونال ريفرنس كود، هذه تجيك على الايميل نتاعك. اذا انت اول مره ما تهتمش بهذه، مباشره تهبط لوطه تكليك على اكسبريس انتري، يهزك مباشره الى باش تعمر مجموعه من الاسئله اللي تخليك تعرف هل انت مباشرة تنجم تقدم في إكسبرس ولا لا. هاو باش نشوفوا في حالة تقدم كيفاش تعمل، حالة ما تنجمش شنو هو الحل. لكن لهنا مرة أخرى نحب نوريك كيفاش تعمل الإنشاء نتاع الحساب، معناها أنا باش نتعدى بعض النقاط ونقول عليها كيفاش مباشرة تنجم تعديها. نص الصفحة الأولانية اللي هي يسألك أنهي مقاطعة أنت تحب تسجل فيها. بالطبيعة إذا عندك مقاطعة في مخك كيما الكيباك تنجم تختار كيباك مباشرة، إذا ما عندكش تنجم تختار اللي يجي. بالنسبة لي أنا باش نختار لهنا نيو برانسفيك، باش نختارها هي. وبعد نتعدى الى القسم اللي بعده، لهنا يقول لك راهو كندا اللغه نتاعها هي الانجلي والفرنسي. يقول لك لهنا شنو التيست اللي عديته انت في تونس ولا في اي بلاد عربيه. عندنا
تيست تي سي اف وعندنا لايلتس باهي. كل واحده فيهم حسب النقاط مباشره باش تعرف اذا انت تنجم تتعدى للمرحله اللي بعدها ولا لا. هذاك علاش بالنسبه لانشاء الحساب ركز معايا لهنا باش نوريك شنو بالضبط النقاط في الايلتس، واذا انت ما نجمش تتعدى معني عملت صيات تيست وعندك النقاط تنجم تقدم على اي برنامج من اللي حكيت عليهم لهنا اللي ما يعتمدش على النقاط اللي جبتها في الشهاده نتاعك. وهكاك اذا الدخول السريع ما نجمتوش تنجم عن طريق برامج اخرى. اول حاجه حط في علمك انه المينيموم باش تاخذ نقاط قويه في الدخول السريع الى كندا لازم يكون عندك CLB 7 اللي قابله في EELTS المستوى 6، معناها ما تحطش اقل من 6 على خاطر يا ماكش باش تقبل يا باش تخسر برشا نقاط. دونك ان نختار لهنا EELTS في تونس عندنا زاد TCF اذا انت تحب تقدم في TCF، واذا تحب تعرف شنو يقابل شهادة TCF بالنسبه للCLB 7 تنجم تكتب كومنتير لوطا نجاوبك، ولا تتصل بيا مباشره على الباج والصفحه نتاعي ولا في الانستغرام نجاوبك ونفسر لك كيفاش المستوى اللي لازم تجيبه في الشهاده باش تنجم تقدم على الدخول السريع الى كندا. باهي لاني اخترت EELTS نتعدى الى اللي بعدها باش نقول اني انا مثلا عملت EELTS في 2022 في شهر نوفمبر ليوم مثلا 11. بالطبيعه هذه فقط بعض المعلومات اللي نختار فيها اللي هي مش صحيحه، فقط على سبيل المثال باش نوريك كيفاش تنجم انت تسجل في موقع الدخول السريع الى كندا من غير ما تخسر برشا فلوس. نتعداو للصفحه اللي بعدها. الصفحه اللي بعدها يطلب منك النتيجه نتاعك في الكلام في الاستماع في القرايه وفي الكتابه. كيما قلت لكم باش نختار انه انا على الاقل 7، باش نجي لهنا نختار 7 وباش نجي لهنا نختار 7 باش نختار لهنا زاد 7 ونضغط على مواصله. بعد يسألك الأسئلة اللي خاصة إذا عندك أي شهادة في الفرنسي، مثلا اللي عملت في الانجلي تو يسألك على الفرنسي. باش نسهله فقط خلينا نقول أنت ما عملتش حتى شيء ونتعدوا للصفحة اللي بعدها. باهي معناها أنا معايا تو EELTS بمستوى 7 أما ما عملتش حتى شهادة في الفرنسية أخرى بخلاف EELTS. بالطبيعة أنا يسألك على خبرتك أنت في السنوات اللي فاتت بالنسبة للسكيلد ورك اكسبيرينس حسب كندا. باهي تنجم تختار لهنا أنك اللي مثلا عملت أقل من عام ولا أكثر. باهي نقولوا انسان على الاقل عمل العام باش يقول لك انا هي المجموعه اللي انت خدمت فيها. باش تفهم المجموعات سهل برشا لازم تعرف الان او سي نتاعك حسب سوق الشغل في كندا. وقت تدخل لهنا تجد تلقى فايند او سي، لكن المجموعه هذه بالضبط يقول لك شنو الحاجات المتخصصه فيها. مثلا الناس تبع الفينونس اللي تشارك في الفينونس اللي هي تير 1، الناس اللي تابعه المانجر معناها خدمه مانجر في تونس راك تير زيرو. اذا خدمت مثلا في اللهوة بالصغار مثلا في الكريش ولا غيره راك تير 4. تختار المستوى اللي يتماشى مع الحاجة اللي خاصة بيك. بالطبيعة معلومة صغيرة، اذا انت خدمت مثلا في توصيل الحاجات الديليفري ولا عملت حاجة تبع فلاحة راهو المجموعة بتاعك هي تير 5. نرجع لهنا مثلا ونختار مثلا انا التير مثلا 2 بار اكزومبل، وبعد نتعدى للي بعدها. في الصفحة هذه تجي النتيجة النهائية، هل انت عن طريق الحاجات هذية مخول باش انك تقدم في الاكسبريس ولا لا. اذا انت مخول باش تكمل مبروك، اذا ماكش مخول باش تكمل تنجم تستعمل واحده من البرامج اللي موجوده على الصفحه نتاعي وعلى قناه اليوتيوب اللي ما تستحقش انه يكون عندك CLB على الاقل 7 باش تقدم في الدخول السريع في كندا. نتعداو الخطوه اللي بعدها من بعد هذوما اللي هي ملء الاستماره اللي خاصه بيك انت وبقرينك اذا عندك قرين. يسالك هنا شنو اللقب نتاعك، شنو اسمك، شنو الجنس نتاعك، وبالطبيعه يوم الميلاد. في الصفحه المواليه يسالك شنو الحاله المدنيه نتاعك. بالنسبه لك انت اذا معرس تنجم تختار الاولى، اذا انت ماكش معرس تنجم تختار الاخرانيه، اذا انت مثلا مطلق راك تنجم تختار هذه، واذا مثلا تفارقت وتنجم تختار هذه. هذه حالات ما عرفش كان موجوده في البلدان العربيه ولا لا، لكن هو يحكي عموما شنو هو الحاجات اللي موجوده هذه. الخطوه اللي بعدها هو انشاء الحساب نتاعك. الحساب نتاعك مقسم الى 5 اجزاء، الجزء الاولاني هو المعلومات الشخصيه، الجزء الثاني كيفاش يكلموك، الجزء الثالث هو شنو قريت وشنو عملت، الجزء الرابع هو انك انت تعمر الاستماره، الجزء الخامس هو اذا حد ثم باش يقدم في بلاصتك انت ويحكي مع مسؤولي الهجره في كندا، والاخيره هي الخدمه نتاعك والاكسبيريونس اللي عملتها. نبداو باول واحده، تكليكي لهنا على ستارت فورم، يطلب منك الاسم واللقب اللي انت ديجا عمرتهم. نتعدى الخطوه اللي بعدها، يطلب منك لهنا وقتاش تولدت، وبالطبيعه يقول لك اختار البلد اللي انت ساكن فيه. انا هنا باش اختار على سبيل المثال تونس. باهي نتعدى الخطوه اللي بعدها، باش يسالك اذا انت مثلا اخترت هل انت معرس ولا لا. الخطوه اللي بعدها هي المعلومات اللي خاصه بك انت باش تقدم، شنو الوثائق اللي باش تستعملها. نحن باش نستعمل الباسبور، تنجم تختار من هنا تقول له عندك باسبور وي، يسالك اش فتام باسبور ولا الكارت سين، تستحق كان الباسبور مثلا مش عايش الكارت سين. بالنسبه لنا يطلب النيميرو نتاع الباسبور نتاعك، انا هي الدوله اللي خرجته، وقتاش خرجته، وقتاش يوفى، تضغط بعد على السيف وتتعدى. بعد يطلب منك اذا انت قبل قدمت على كندا ولا لا، ويطلب منك شنو الناسيوناليتي نتاعك وين تسكن، تعمرهم وبعد تضغط على نيكست. لهنا يسالك
قديش من حد في العالم تاعك. بويسكو انت اخترت اذا انت وحدك ماكش معرس نجم تختار واحد خاطر هدايا بحسابك انت زادة، اذا انت معرس نجم تختار اثنين وغيره من ذلك. بالنسبة لنا احنا يكون في علمك مهم برشا، حتى وكان اولادك مهم جايين لازم تحطهم، معناها حتى كان مش يمشوا معاك لمرتك ماشية ولولدك ماشيين أم مش يلحقوا بعض لازم تحسبهم، على خاطر هداك يأثر على الحساب المغلق اللي لازم تحضره كبعض من الأموال كيف باش تهاجر إلى كندا. ولهنا يقول لك قداش حضرت أنت مثلا من كنديين دولار باش نجم تسافر، وباش تعرف قداش الحد الأدنى فقط تضغط لهنا ومن بعد تضغط على التابل هدية. التابل هدية تعطيك مباشرة حسب الأعداد متاع الناس قداش لازمك تحضر فلوس بها. إذا أنا بطلوطة إذا أنت باش تقدم في الإكسبرس، وإذا أنت واحد بركة فقط تعليك أنك تحضر 13000، إذا زوز عباد دونك 16000. يكون فعلمك نحكي لهنا على إنشاء الحساب فقط، مازالوا ما عيطولكش، أما نهار يعيطولك لازم باش يطلبوا منك دليل أنه عندك 13000 هدية. نقولوا نحن مثلا لهنا عندنا مثلا 14000 دولار كندي ونتعداو للخطوة اللي بعدها. بعد يسألك آخر سؤال، هل عندك ناس معناها تسكن في كندا باش ينجم يعطيك نقاط أكثر ولا لا؟ تنجم تقول نو no، ولا إذا عندك حد تعرف في كندا تنجم تزيدها، وبعد تعمل سيف، وبعد تلقى لهنا كي ترجع التالي تلقى أنك كملت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي كيفاش يكلموك، نفس الحكاية ولدت كيف فقط. إذا صحب عليك هذا الكل وما عرفتش تسجل تنجم تشغل الخدمة مباشرة من هنا، تضغط على ستارت فور. يقول لك كيفاش تحب نحكي معك، نحكي معك باللونجلي والفرنسي. اذا انت تونسي تنجم تختار الفرنسي، اذا انت قادر على اللونجلي تنجم تختار اللونجلي. بالنسبه لنا احنا خلينا نختاروا الفرنسي، وبعد نضغط على الخطوه اللي بعدها. يقول لك اعطينا ايميل باش نجم نكلموك عليه، بعد تكتب الايميل لهنا كالعاده تعمل سيف واكسيت. المرحله الثالثه هي شنو تعرف وشنو اللغات، نضغط على ستارت فورم مره اخرى باش يسالك لهنا على ليديوكاسيون نتاعك. باهي لهنا يسالك هل كملت اي فورماسيون اي حاجه في الجامعه ولا حتى اللي سي نتاعك، تقول انت وي، ومن بعد يبدا هو يسالك شنو الحاجات اللي عملتهم. باهي نبدا واحده واحده، تقول له انت شنو اللي قريت، هذوما كل شيء اللي موجودين، تنجم تختار اوذرز اذا ما لقيتش اوذرز، معناها اي حاجه اخرى بالطبيعه اذا ما تلقاش الحاجه اللي انت لهنا موجود عليها. خلينا ناخذ على سبيل المثال ان نحن باش نحكيو انه واحد مثلا عمل المحاماه، اوكي عمل له بالطبيعه لهنا، اذا انت مازلت تقرا تنجم تقول له تختار انك راهو هذا مازلت نقرا فيها، واذا كملت تنجم تقول له راني انا كملت. هذاك علاش يطلب منك بعد اذا انت كملت باش تقول لك وقتاش بديت، باش تقول له مثلا بديت في 2017، وباش تقول له مثلا كملت راني بديت مباشره في شهر 1/2017. ولهنا تكتب قداش من عام عملت فيه انت القرايه، معناها كان قرايتك 3 سنين تحط 3 سنين، كان قرايتك عامين تحط عامين. يسالك هل قرايتك كانت قرايه كامله ولا قرايه جزئيه، هذه معناها قرايه كامله هذه قرايه جزئيه. نختار انا مثلا اني عملت قرايه كامله. بعد يسالك شنو الشهاده اللي خديتها في النهايه نتاع القرايه نتاعك. بالنسبه لك انت لهنا باش تقول انك انت خديت راهو دبلوما. باهي شكون البلاد اللي عطتها لك، في انا سيتي، شنو اسم ليكول، شنو المستوى نتاع القرايه هذه. تجي لهنا تلقاو المستوى اللي تحبوا تختاروه، معناها هل انت عملت كان عامين، عملت عام بعد القرايه، عندك كان فقط الشهاده نتاع الباك، ما عندكش اكثر من شهاده الباك، عندك مثلا حتى الماستر، تختار انت اللي يساعدك هنا. هذا هو الليسانس البشلور باللونجلي، هو الليسانس بالنسبه لنا احنا في تونس ولا في اي بلاد عربيه. بعد ذلك اذا انت عندك اي سيرتيفيكا كنديان بالطبيعه في الحاله نتاعنا لا، باش يسالك بعد هل عملت الدبلوم نتاعك وعدلته في الاي سي اي. اذا انت تصعب عليك الحكايه هذه وتحب تعمل معادله عن طريقنا احنا، تنجم تشري الخدمه زاد عن طريق الموقع هذايا، فما خدمه خاصه بمعادله الشهادة في كندا وبالطبيعه بسعر رمزي معقول برشا. نرجعوا لهنا، تقول انك انت عملت المعادله هذه، تختار وي. بعد ما تقول اي انت عملت المعادله كما فسرنا في الفيديو، يقول لك شكون واحده من هذوما اللي عملوا لك المعادله نتاعك. بالنسبه لنا احنا خاطر فسرنا الفيديو الوورد ايديوكيشن سيرفيس، دونك تختار وورد ايديوكيشن سيرفيس. يقول لك وقتاش عطاو الرابور هذا، تنجم تختار 2022، باش نختاروا مثلا ماي، ونقولوا النهار اللي اخترنا فيه هو 5. الاي سي اس سيرتيفيكيت نمبر يسالك اذا انت خذيت معادله، ثم رقم خاص باش تستعمله باش تبين انه الشهاده نتاعك حاجه صحيحه. باش ناخذوا مثل بسيط 1 2 3 4 5 فقط هكاك باش نجربوا، ويقول لك شنو الليفل اوف اديوكيشن نتاعك، تقول له بعد المعادله اعطوني انا مثلا زاد ليسونس، نعمل سيف. نتعدي للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها يسالك على اللغه الانجليزيه نتاعك. يسالك اول سؤال هل انت تنجم تتكلم باللونجلي ولا الفرنسي، تجاوب يا اونجلي يا فرنسي يا زوز. انا باش نحط لهنا اونجلي، ومن بعد نتعدى لملء الفراغات هذوما، هو ايلتس خداهم من اول ما قدمنا. يقول لك اللانجوج اللي عملناه، عملنا الايلتس، ومن بعد يقول لك وقتاش خرجت الريزولتا نتاعك، خذاها من اول ما كتبنا بالكل. يسالك وقتاش عديت، ومن بعد يقول لك وقتاش خرجت الريزولتا. بالنسبه لنا احنا بوسكو عدينا في 2022، باش نقولوا مثلا خرجت في 2022 لكن في ديسمبر، معناها بعدها بشهر.
في اللانجوج نتاعك التاس نتاعها والسيرتيفيكان نيميرو نتاعها، نحن نكتبوا لنا مره اخرى فقط عدد باش نتعداو فقط المرحله هذه. والاخرانيه يقول لك هل انت خذيت تيست في الفرنسي ولا لا، حطينا نوم الاولى خاطر ما عملناش حتى لغه بخلاف الفرنسي، خذاها كما هي وتو نضغطوا على سيف ونخرجوا من هذايا كما نراو لهنا عمرنا ثلاثه المراحل. باهي الابلكيشن ديتيلز بعد نضغط على ستارت لهنا نجيو للصفحه اللي يقول لك اختار منها انت انهي مقاطعه تحب تمشي لك. انت تذكروا اخترنا نيو برانسفيك، مي انا لهنا ما نحبش نكمل في هذيك، نحب نختار كل شيء باش نقوي الفرص نتاعي. يقول لك لهنا هل ترضى انه زوج من المقاطعات هذوما يكلموك بالنسبه لبروجرامات اخرين؟ تقول لهم بالطبيعه وي، وبالطبيعه زاد وي لهنا، وتتعدى للخطوه اللي بعدها اللي هي هل انت وصلك بروغرام من بروفانس اخرى وي، وتنجم تدخل مباشره في التسجيل السريع لهنا. اذا ما وصلكش بتنجم تعدى هذه وتقول لا ما وصلنيش، وهكاك تكون واضح باش انك انت ما شاركتش في حتى شيء بخلاف الدخول السريع الى كندا. نتعدوا الخطوه اللي بعدها اللي هي الريبريزنتاتيف. شو معناها الريبريزنتاتيف؟ معناها اذا انسان ما عندوش وقت باش يملا الفراغات هذه كول، ينجم يجيب انسان من برا كسوا محامي نتاع هجره، اذا نقول نحن في تونس يعملوها لي زاجونس او الوكلاء نتاع الوساطه، يقوم هو مباشرة بالتحدث وفي بلاستك انت تعطيه انت الحق او توكله باش انه يعمل كل الخطوات هذية. انت في الحالة متان نحن حبيت نعمل الفيديو هذا باش كل انسان يكون قادر انه يعمل كل شيء وحده ويسيطر على كل شيء وحده ويعمل كل شيء مجانا وما يخسرش فلوسه. هذاك علاش نقول لك اختار نو. اذا انت تختار مثلا انسان صاحبك ولا واحد من العيلة ولا اجونس، لازم تختار هدية ومن بعد الاجونس هي تكفل كل شيء في الكلام مع وزارة الهجرة. بالنسبة لنا احنا باش نختاروا لا، بعد نتعدى للنقطة اللي بعدها بعد ما نسجل، وبعد جي النقطة الأخرانية اللي هي الورك هيستوري نتاعك. باهي لهنا شنو الورك هيستوري؟ معناها قداش خدمت وشنو الحاجات اللي عملتهم بعد؟ نضغط ستارت فورم. بالطبيعة باش يطلب منك شنو الان او سي نتاعك. مرة أخرى باش تعرف الان او سي فقط تنجم تضغط لهنا. خلينا نختاروا مجموعة خفيفة المرة هذه فقط باش نعمروا باش نشملوا الناس كل. مثلا نقولوا أنت لهنا خدمت مثلا في الديليفري، أوكي؟ خلينا نشوفوا شنو الديليفري الكود نتاع الان او سي نتاعها اللي تواتها delivery service driver door to door distribution، معناها كيما الناس اللي توصل الماكلة كيما الناس اللي توصل الرسائل وغيره. الـ NOC متاعها هي 75201. باش ناخد الـ NOC هذه ونمشي نعمر فيها بقط لهنا، نحط الـ NOC واللي هي تطلع لي اني انا خدمت كذا. لهنا يسألك وقتاش انت وليت مختص في انك خدمت الخدمة هذه. بالنسبة لنحن نختاروا مثلا سنة 2021، وبالنسبة لهذه نختاروا مثلا شهر 3. نتعدى للخطوة اللي بعدها. باهي للناس اللي عامله فورماسيون يسالك اذا انت لهنا عندك معادله حاضره من اي واحدة من المقاطعات اللي باش نمشي لها. بالنسبه لنا احنا باش نقولوا لا ما عندناش ونتعداو الخطوه اللي بعدها. بالطبيعه في الصفحه هذه يسالك اذا عندك عقد عمل ولا، في الحاله نتاع احنا مازال ما عندناش عقد عمل دونك نختاروا لا. بعد نتعدى للنقطه اللي بعدها يسالك لهنا اذا انت قبل عندك اي خبره في العمل، هنا تقول اي وتعمر الخبره نتاعك بالطبيعه حسب الجدول اللي هو يساله لك. من وقتاش عندك خبره؟ نقول مثلا انت خدمت مثلا عامين، نقولوا من عام 2021 من شهر 1 الى 2022 شهر مثلا 12 في اي خدمه. قداش تخدم من ساعه؟ مثلا نقولوا 40 ساعه. شنو هو الكود نتاعك؟ مثلا قلنا احنا في مستوى بلاسيرونس، وبعد نقولوا شنو هو اسم مثلا مانجر، شنو هو الشركه اللي خدمت فيها، تنجم تكتب غادي وين البلاد وفي انا مقاطعه. ومن بعد نضغط في الاخر على سيف ان اد باش هذا يتزاد لي في المستوى الجدول نتاعي. ومن بعد في الاخر نتعدى الى بعدها. لهنا يسالك هما يشرشوا عليك توافق ولا لا؟ بالطبيعه تقول اي باش ينجموا يكلموا المؤسسات اللي لاهيه بالعمل هذايا ولا وين انت قريت باش هما يعرفوا ويتاكدوا من صحه معلوماتك. تقول اي لهنا. بيسال لنا اخر سؤال، هل انت معناها انسان تلوج زاده مباشره على عمل ولا تستنى فيهم هم باش يلوجوا لك؟ تنجم تقول انت لهنا والله عملت مثلا شويه بحوث ولا قدمت مباشره في كندا ولا عندي على عمل. ولهنا يسالك اذا انت عملت وحدك بحث في القرايه نتاعك في كندا، تنجم تقول اي بحث. وبالطبيعه هما فقط من بعض السؤالات اللي هما يقولوا لك عن طريق شكون، كيفاش عملت، وين لوجت في انا موقع. بالسهل على روحك تنجم تقول لا. وبالطبيعه كما تراو لهنا راهو حتى وكان جاوب بلا ما ياثرش هذا على الديسيزيون الاخيره نتاعهم والقرار النهائي اللي باش يبعثوا لك. يعني لنا انه بعض من الاعمال في كندا راهم يستحقوا ريجوليشن، معناها معادله ومصادقه. هل انت ديجا عملت معادله ومصادقه هذه؟ تقول لهم مثلا اي، بيسالوك وين عملتها وكذا وكذا، شكون كلمت وفي انا واحده مثلا. بالطبيعه نعمل سيف واكسيد في الاخر. ولهنا كما تراو كل شيء كمل. بعد نضغط على مواصله، وقناتها المواصله هذه اخر لحظه في انشاء الحساب اللي هو انت لهنا باش تعمل
معناها تصحيح على كل شيء عملته. صح لهنا بالطبيعة تقول I agree، لهنا تختار I agree، تكتب اسمك واللقب بتاعك وتكتب الإجابة على السؤال الثاني اللي في اللوك سجلنا عملناه. بعد تساين مباشرة يجيك رسالة إلى الإيميل بتاعك إنه المعلومات الكل وصلت، ويبدأ ويشوف النقاط بتاعك. وإذا أنت مباشرة النقاط بتاعك تكون أكثر من المستوى اللي تم سحبه في القرعة الجاية، مباشرة يجيك إيميل واستدعى بأنه تقدم في الدخول السريع إلى كندا. كيفاش تحسب توا النقاط؟ يكون في علمك إذا القرعة الجاية النقاط تكون أقل من النقاط متاعك، يتم استدعائك فقط تحتاج تقريبا يومين باش يوصلك استدعاء من واحدة من المؤسسات اللي معناها تقبل في نظام الدخول السريع إلى كندا. الإنسان اللي ما يعرفش يحسب النقاط، ثم الفيديو الجاي اللي هو كيفاش تحسب النقاط متاعك حسب الحالة متاعك. فما استمارة كاملة موجودة على الموقع، نجم نحطها لكم موجودة هنا مباشرة. نجم إذا أنت متحبش تستنى الفيديو الجاي مباشرة بشي غالي وتعرف تجاوب على تقريبا 10 أسئلة بين 7 و 10 أسئلة مباشرة، تعرف قداش عندك من نقطة، وتنجم تقارن على حسب كل قرعة تصير كل شهر ولا كل مدة معينة، تعرف إذا أنت المرة هذه بشي عيطورك ولا لا. وللتذكير فقط إذا صعب عليك هذا الكل وما عرفتش تسجل، تنجم تشغل الخدمة مباشرة من هنا. وهكا نقول لكم كانت هذه حلقة اليوم. إذا أي حد عنده سؤال على أي حاجة تابع البرنامج بتاع الدخول السريع إلى كندا ينجم يكتب في الكومنتار. حاب أقول لك تبع القناة باش يوصلك آخر حاجات، وما تنساش تضغط على زر الإعجاب، بارتاج الفيديو مع أصحابك لعل تفيد هذه واحد من الناس اللي حاب تلقى فرصة إلى كندا وتمنع من أنه يخسر برشا فلوس. كان معكم بسام غزواني، نتقابل في حلقة قادمة وإن شاء الله مربوحة للناس كل.